ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. انتم تسمعوا في ريكاب ميدي من توا حتى لساعتين نرجع على آخر المستجدات على الصعيد الجهوي والوطني وكذلك الدولي. اليوم في ريكاب ميدي كالعادة نعمل حوصلة على أبرز الأحداث. نجموا تسمعونا على البوندا فيم 90.3 وإلا على الباش فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة قبلها بالفرنسي الحياة فيم وبيان على لايف ستريمينج على سيت ويب متاعنا الحياة فيم بوان ترقب. الرحب بالفريق العامل معايا لليوم في ريكاب ميدي. معايا إيمنا بخيت في الإخراج التقني للحصة، سيف بولعريس في الديجيتال، تحية لزميلنا حسام الرابحي، ومعكم سهام حمدي من توا حتى لساعتين في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. نوع سنة فيكم لليوم في ريكاب ميدي. باش نرجع على احتجاجات عمال الحظائر في معتمدية العلين، شوفوا علاش وأبرز المطالب متاعهم. سنو زيدا نحكي على ما سمي بثورة الفلاحين، تقريبا احتجاجات في عدد من الجهات، غلق للطريق وسكب للحليب خاصة في جهة المهدية، ومطالب بزيادة في تسعيرة الحليب ب 500 مليم للتر. باش نرجع على هذا الموضوع كذلك على صعيد الوطني. نحكي اليوم بعد يعني الأمر اللي صدر في الرأي الرسمي لتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة لل انتخابات. هل توضحت الرؤية لليوم؟ هل هذه التسميات باش تأثر على مصداقية ونزاهة نتائج هيئة هذه الانتخابات؟ باش نرجع عليها بأكثر تحليل. سينو في ديفيغ نيوز لليوم نحكي على زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الشقيقة الجزائر، باش نقدموا قراءة كاملة في هذه الزيارة. برشا مدلل برشا موسيقى تستنى فيكم على إذاعة الحياة فيم. مواصلين معكم في ريكاب ميدي من توا حتى لساعتين. مرحبا بكم من السكن. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي 30 دقيقة على إذاعة الحياة فيم. ثم تسمعوا في ريكاب ميدي والبداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي. في الأكتواليتي لليوم باش نمشيو إلى معتمدية الأعلى من ولاية القيروان. نحكيو على احتجاجات لعمال الحظائر باش نعرفوا علاش وأبرز المطالب متاعهم. معنا بالتليفون السيد خميس الرزقاني منسق جهوي لعمالة الحظائر بالقيروان وهو أيضا المنسق المحلي في معتمدية الأعلى. سي خميس الرزقاني عاصمة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. مرحبا بك ومرحبا بحياة فام والمستمعين الكرام. أختي الكريمة، احنا اليوم عمال الحظائر على مستوى عملنا وقفة احتجاجية مطالبة بصرف أجور عمال الحظائر لشهر أبريل المتخلص بذمتهم شهر أبريل. اليوم نحن 10 مايو، تعرفي أنت كل عام يخذ يتقاضى في 420 دينار اللي هي لا تستوي ترتقي إلى المعيشة اليومية للحياة. تعرفي أنت اليوم 10 مايو واحنا نتسنوا في شهر أبريل العيد 27، عمال الحظائر اللي هما اتعدى عليهم شهر رمضان بالتنكيل وتعدى عليهم تعرفي انتي بمستحقاتهم اليومية وكل محيات المعيشية، وتعرفي اللي هو الشيء يوزع في القلب يجي 27 باش يمشي يقصد يأخذ حتى الحم 27 ما قدرش باش يأخذه، جاء العيد باش يأخذ شوية حلوة يرضي صغيرات، وحتى في الأدباس اللي معناها حتى على مستوى الفريد ما نمشوش الحاجة غالية، 400 دينار ما عندهاش حتى قيمة، ما عندهاش حتى هذا. ما رعنا اللي شكون متسبب في هذه الحالة، احنا عنا مشكلة بالأجور هذه اللي ديما متخلفة كل شهر. احنا طول الحياة هذه الأعياد والمناسبات الدينية هذه ولت يومي أيام عادية عنا، ما عادش محسوبة في الحسبان، عبارة فصل وتحدث. احنا اليوم شكون المتسبب سي خميس؟ انت توا قلت المتسبب تلتزم بوقت معين، نهار واحد ولا نهار اثنين وياسر باش نوخذوا هال 400 دينار، ثم اللي قرب صغيرات في الجامعة، ثم اللي قرب الابتدائي ما خلطش. علاش نحن اليوم 10 سنين ونحن في التسويف؟
في التغطية الاجتماعية المغشوشة يأخذوا علينا في القصام متاع العام كامل وقصوا علينا تريميستا وثلاثة يحطوها في جيوبهم وهم قصوا عليهم في شهرين. طلبنا المسؤولات المعنية بالأمر جاء 25 جويلية فرحنا قلنا سيد رئيس لفت الفيات العشاء هذه مش نطمعوا معنا بحياة أمل جديد وأن الأسوأ كان أقرب وطمعنا بأن بحياة كريمة وأن المجهول كان أقرب طمعنا وأن باش نعيشوا في كرامة ونعيشوا في رفاهية وأن الأسوأ كان أقرب. سيد رئيس تفضل لهالفيات العشاء رانا 51 ألف عامل على الحظيرة وكل فرد عنده خمسة في العيلة رانا نوصل حتى 250 ألف. احنا اليوم نسمى وزارات قاعدة تستهدف بيك بهالفيات العشاء فيق لهالوزارة التنمية هذه ما زالت فيها رموز اللي هي قاعدة تعطل فيها الناس هذية على أساس وأن الأجور هذية ما تتصرفش وقتها وهالصبان متاع السنسيات ما هوش يتصرف في وقته وهالتفعيل الاتفاقيات ما هيش قاعدة تجي في وقتها. سيد رئيس تفطن رانا مشينا لك وفرحنا وصفقنا لأن أنت مش لابت ليات لهش لقينا رواحنا اليوم مقصيين في مفترق احنا جينا في مفترق المفترق اللولاني هزنا والمفترق الجاي ما نعرفش في مشي هزنا. احنا اليوم نطالبوا بالحكومة وبكل الصلات المعنية باش تحدد وقت مضبوط اللي بقطع نظر على صرف الأجور حتى لحياتنا وتحسين ظروف العيش وتعرفوا احنا تو اليوم عنا زملاء مرابطين في وزارة التنمية والبعض موجود في وزارة الشؤون الاجتماعية ناس صابت تجري على شهريته ورأس الله عابد يابت يجري على تسويت وضعيته وهد يابت يجري على شهريته مخصص باش خلص الناس وباش يسر عليش هالقصاء هذايا عليش التسويف هذايا شنو المقصود منه فين يحبوا وصلوا بينا نحبوا لفتة من رئيس الدولة ويشوف هالفئات هذية ويتفطن لها تصلنا بولاية القيروان لأن ولاية القيروان بطاقة الحضور مشكور السيد كاتب عام ولاية القيروان بدخل وبعثهم قبل 27 من نهار 18 على أساس باش ناس كل تخل اليوم حتى كاتب عام الولاية الوزارة ما تهزش عليه التليفون باش يدخل يشوف شنو الموضوع هذي اتصلنا بالولاية عدة دليلات ها اتصلوا بالوزارة ما هزوش عليهم اتصلوا ما كلموهم اتصلوا ما تحصلوش عليهم عليهم يعني رسالة تاك موجهة تعملوا مزية يعني رسالتك سيخ مايس رسالتك موجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد مباشرة باش يدخل لتسوية أو للحصول على أجور شهر أفريل اليوم معناها 10 في الشهر مازالت يعني عمال الحظائر مازالوا ما خلصوش في المستحقات نتاعهم بالنسبة لشهر أفريل حالة من الغضب. سيخ مايس نحب نختم معك بسؤال فما تحركات قادمة فما اتصالات قاعدين تقوموا بها مع السلطات الجهوية ولا المركزية شنو برنامجكم للفترة المقبلة؟ سيخ مايس مازلت معانا؟ نسمع فيك الخط ضعيف شوي يعني كيفاش عاودت قلت لك سيخ مايس فما تحركات مستقبلية بعد الوقفة الاحتجاجية اللي عملتوها اليوم باش تزيدوا تحسوا يعني بالمطالب متاعكم؟ أكيد ثم تحركات مستقبلية لأن نحن عنا اتفاقيات مبرمجة من الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في تفعيل القانون اللي عملوه عدد اللي صار فيه تصفية وضعية 45 وما أقل وثم اتفاقية ثانية اللي تشملنا نحن 45-55 اللي هي بقرار رئاسي ولا مجلس وزاري لأن كل اتفاقيات عندنا نحب تفعيل هذه الاتفاقيات مع نظر ظروف توفير الاعتمادات للدولة باش تدخل وهذا اللي ثم تنسيق بينكم وبين الاتحاد الجهوي للشغل في الملف هذا يا سيخ مايس كيفاش ثم تنسيق بينكم وبين اتحاد الشغل في الملف هذا اتحاد الشغل خدمته ومضاف الاتفاقيات هذه قاعدة كل الحكومة احنا تو مطالبتنا بالحكومة باش يدفع لنا يعني الملف 45-55 ما يضمش الاتحاد لانه الاتحاد هذيك اتفاق صح فيه مجلس النواب اعطى فيه قرار بالاغلبية على اساس بالتفعيل هذه الاتفاقية 45-55 هذا قاعد مربوط في رئيس الحكومة. واضح نشكرك برشا سي خميس الرزقاني منسق جهوي لعملة الحظائر في القيروان وهو أيضا المنسق المحلي بالعلاي اليوم احتجاجات لعمال الحظائر في معتمدية العلاي طالبوا بصرف أجورهم بالنسبة لشهر أفريل اللي مازالوا ما تحصلوش عليه. بعد شوية نحكيه على احتجاجات الفلاحين ومطالب بالزيادة في أسعار الحليب. ريكاب ميدي
الناس الكل ماضي ساعة ودقيقتين على إذاعة الحياة فهم، مازلتوا تسمعوا في ريكاب ميدي. نحكي توا على احتجاجات للفلاحين في عدد من الجهات، الحقيقة في المهدية، في سوسة، صفاقس، بنزرت، بيجا، سيدي بوزيد، الكيف، جندوبة وبرشا ولايات أخرين. تم سكب الحليب في وقفة احتجاجية في معتمدية أو في ولاية المهدية، وتم غلق الطريق. هذا الكل على خلفية زيادة في أسعار الأعلاف اللي باش تنعكس ضرورة على بقية الأسعار متاع الحليب متاع العظم متاع اللحوم البيضاء والحمراء وغيرها، والفلاح باش يكون هو الحلقة الأضعف في هذه الزيادة اللي باش تنعكس على كلفة الإنتاجات الفلاحية. للحديث في هذا الموضوع والاحتجاجات اللي صايرة في ولاية المهدية معنا بالتليفون السيد لطفي الشيبي، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة سيدي علوين بولاية المهدية. سيد لطفي عسليمة، مرحبا على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بكم، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي لطفي لو كانت تعطينا أكثر تفاصيل على الاحتجاجات اللي صايرة في ولاية المهدية، يعني سكب الحليب والغضب متاع الفلاحين في جهة المهدية، علاش، وتعطينا صورة أوضح. والله هو أولا الساعة نتأسفوا على الوضع، نتأسفوا على الوضع المزري اللي يوصل له الفلاح. وكنقولوا فلاح نقولوا راه مواطن. وضع ساعات تقول ممنهج، تهميش الفلاح وتهميش الأمن الغذائي وتهميش القطاع بصفة عامة. تهميش، فهمتي ولا، تحسه ممنهج، لأنه تفاجئنا بصراحة. احنا تو الفلاح هكاك لا راضي بالهم، والهم مش راضي به، لا يجي معناها يخدم، معناها أقل من التكلفة، ولا يجي هو المناضل وهو المجاهد وهو اللي يعطي في الثمرة للمواطن، ويعطي في الثمرة للمسؤول، ويعطي في الثمرة سواء من حليب سواء من عظام سواء من لحوم حمراء، سواء هو اللي قاعد ينتج، هو اللي قاعد يوكل، هو اللي قاعد، فهمتي ولا، هو اللي على الميدان. هذاي باش معناها احنا مش نكافيوه معناها في لحظة زمنية نستناو مش يسوي وضعية الفلاح، وعلى اساس عملوا اجتماع فانا مش قبل رمضان وقالوا اصبر علينا رمضان على اساس مش يزيدوه في شويه، معناها مش يزيدوه شويه، معناها في اسعار الحليب التكلفه، معناها قاعد فلاح يخدم اقل من التكلفه. ما رعانا الا، فهمتي ولا، ضربه واحده يجي يزيد 15 دينار و16 دينار في 50 كيلو علف، كذا 120 دينار طنات علفه. مانيش عارف اني الناس اللي قاعده، مانيش عارف اللي ندرى نعيشوا في نظام، نعيشوا في دوله، نعيشوا لاش يحبوا يوصلوا المسؤولين اللي تتصرف بالطريقه هذه. انت كي زدت 320 دينار في طنات العلفه، يا ندرى قريت حسابك الفلاح المنتج هذاك، قريت حسابه ما عادش حاجتك بيه. معناها توا عاملين احتجاجات سي لطفي، سامحني مش احتجاجات، توا عاملين معناها جلسات، بداوا يحكيوا توا مع الفلاحين، يحبوا يوصلوا الى حل هكا ومشاورات على الكلفه، وربما يتم تعديل الاسعار، خاصه وانه البارح سي لطفي يعني تم رفع مطالب في ولايه المهديه، الترفيع في سعر الحليب 500 مليم لللتر. هذاي هذه راهي باقي حلول، راهي حلول ماهيش جذريه. احنا ماناش طالبين ال 500 مليم وال 300 مليم وال 200 مليم، احنا التكلفه تو هذه الكل مش يتحملها، هو بيدو فلاح، هو بيدو مواطن. شكون مش يتحملها التكلفه هذه وال 500 مليم هذه؟ ما مش يتحملها المواطن. احنا عطينا الساعه نقاوموا البالونات نتاع الالاف، احنا هذه الغايه نتاعنا، البالونات اللي قاعده تزيد 15 دينار في 50 كيلو علفه، ضربة واحدة العلفة نعرفها احنا تو عندها مدة وهي قاعدة تزيد بالدينار، تزيد بالدينارين، امور تدريجية، وانا قاعدين سابرين، وقاعد الفلاح يقاوم، وقاعد يناضل، وقاعد يجاهد عسى ان تتحسن الامور. لكن الشيء اللي يزيد 320 دينار في ترناتا علفة، هذه راهي معناها ضربة، معناها ضربة الفلاح، خاصة الفلاح الصغير. واحنا ولاية المهدية فهمت الله ما عندنا حتى مداخيل غير الفلاحة، تو عندنا مناطق معناها يعيشوا من البقرة، يعيشوا من النعجة، لا يزيدوا في الحليب، انت هاك زدتوا 300 ولا تزيدوا 500 ولا تزيدوا كذا، وخممتش انت فك النعجه شنو مش تعمل لها كالنعجه، لكن شكاره العلفه ب 80 دينار وهو يربي في العلوش، قداش مش ناوي مش يوصل كيلو اللحم، كيلو اللحم والدجاج، الدجاج قداش مش يوصل، والعظام قداش مش يولي، هذا الكل ما هو ينجر عنده معناها ما مواطنين في الاخر احنا نستهلكوا فيه، شكون مش يتحملوا المزيود هذا؟ شنو هما المقترحات اللي تقدموهم مثلا سي لطفي انتوما كرؤساء للاتحادات معناها المحليه ولا حتى الجهويه في مختلف المناطق للفلاحه، شنو تقترحوا حلول مثلا مناسبه للوضعيه هذه؟
احنا نقترحوا، احنا تو الاقتراحات نتاعنا هذه ماهيش جديده راهي، هذه الاقتراحات نتاعنا عندنا مده واحنا نقولوا فيه رانا مش نوصلوا للشيء هذا. هذا امور راهي استراتيجيه عندنا 5 سنين وعندنا قداش واحنا نندوا للسلطات المعنيه وللهياكل المسؤوله في الدوله رانا مش نوصلوا له النهار هذاي. احنا تو في حرب، احنا تو اذا كان الدوله ما تقومش بالفلاح تو ما تلتفش الاطراف الكل، سوى الاتحاد سوى الوزاره سوى الفلاحه سوى الصناعه سوى التجاره، يلزم الناس كل تلتف نحو الفلاح، يلزم الامن الغذائي نتاعنا يلزمنا نامنوه. احنا نعيشوا في حرب تو. احنا الطلبات نتاعنا، انت تو وقت تزيد، انت تو وقت تزيد انت في العلف، والعلف مخليه مسيب معناها تزيد وقت اللي تحب ووقت اللي حسب العمله وحسب المعطيات الموجوده في العالم انت تزيد كما تحب. علاش انت تربط فيا في الحليب اني نبيعه ب 1140 فرنك سون فيكس؟ انت ما زدت في العلف، عمل لي التكلفه نتاعي يعني كفلاح وشوفني يعني قداش يتر التحليب تتكلف عليا واعطيني حقي، يعني طالب حقي مانيش طالب الزايده، اني طالب اعطيني على الاقل التكلفه. لا الفلاح يخدم باقل من التكلفه ب 500 مليم تو في تلك الحليب و 600 مليم. سي لطفي، تتوقع مثلا من الاجتماعات اللي قاعده صايره توا على مستوى مركزي والا جهوي انه مثلا من بين الحلول اللي باش تلتج لهم الدوله هو الترفيع في اسعار المواد هذيا الحليب؟ والله هي راهي تو الترفيع تو راهي ماهيش معناها امور اني نعتبرها هذه امور ترقيعيه، باقي مازلنا نمشيو في الترقيع، زيد الماء زيد الدقيق. شنو الماء تو انت تزيدني 300 فرنك ولا 500 فرنك في تره الحليب؟ اولا مش تحملها المواطن، ثانيا انت بعد ال 500 مليم هذه غدوه يصنع العلف يزيدك 2000 فرنك 3000 فرنك في ال 50 كيلو. احنا نحبوا نعملوا استراتيجيه خويا، ما يزيدش العلف ما يتحركش العلف، مادام الحليب فيكس العلف ما يتحركش. واذا كان تحرك العلف حرك الحليب اخويا، سيبوا الحليب خليه يخدم عرض وطلب. سيب تسعير الحليب خليه يخدم عرض وطلب. لو تربطني انت باش انا نبيع فهمت ولا معناها يتر الحليب ب 1140 وهي متكلفه عليه ب 1600 وتقول لي لا هذاك هو عنده حق الفلاح. احنا ما نتبناوش الفوضى كاتحاد، احنا ما نحبوش الفوضى وما نحبوش كبال الحليب وما نحبوش وضع الحليب اللي قاعدين يكبوا فيه اليوم 20000 لتر قدام الفيتالي اليوم تكبت 20000 لتر ماساه. هذا الكل مش يهز الفلاح راهو في الاخر ومش يهز المواطن، هذا المواطن هو اللي باش يتحمل معناها التبعات. حتى معناها احنا كاتحاد حتى السيطره مع الفلاحه الا مش المنظورين نتاعك، ناس فلتت ناس كاكل ضربوه بكرتوشه في ساقيه ما عادش عنده حتى خيار تو، ما عادش معناها ولا اللعب معناها ولا في وعدائي معناها الفلاح جهلوه خرج من عقله. شنو الخطوات القادمه سي لطفي؟ شنو هو الخطوات القادمه اللي باش تقوموا بها مثلا؟ ان شاء الله هما تو الخطوات اللي قاعدين هما تو قاعدين يجتمعوا معناها مع وزاره التجاره ومع الصناعه والتجاره وقاعدين ينسقوا على اساس معناها ان شاء الله من هنا نهار الخميس نعرف ماش ماي ممكن معناها فما تسعيره جديده مش تطلع. وان شاء الله ربي جرى على الصلاح وكو. والله وضع مؤسف، وضع مؤسف وضع مؤسف. سي لطفي نشكرك برشا سي لطفي الشابي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه سيدي علوين في ولايه المهديه على تدخلك معنا، وبطبيعه باش نكونوا في متابعه مستمره لنتائج هالاجتماعات اللي قاعده صايره على المستوى المركزي والا حتى التحركات اللي صايره في عدد من الجهات اليوم. برشا اطراف تتوقع، زاد البارح كان معنا سي المولدي رمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه بالقيروان واللي توقع وقال بل شبه اقرار يعني قال انه باش يتم الزياده في اسعار المواد معناها اللي عندها علاقه بزياده في اسعار الاعلاف مثلا الدجاج اللحم البيض والحليب. ربي جريها على صلاح كما قال سي لطفي. على كل بعد شويه احنا نحكيو في الشان السياسي في تونس بعد الاعلان على اعضاء الهيئه العليا المستقله للانتخابات. ريكاب ميدي هذه ساعة و16 دقيقة على إذاعة الهاتف فهم أنتم تسمعوا في غيكاب ميدي وقيت نحكيو على أبرز المستجدات السياسية في تونس. معايا في البلاتو سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. مرحبا سي حمادي، أهلا وسهلا. مرحبا بك، مرحبا المستمعين والمستمعات. شكرا جزيلا ليك. دونك سي حمادي اليوم نحكيو على الأعضاء أو تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي صدرت البارح في الرسمي الجمهورية التونسية. شنو أولى القراءات
بخصوص هذه التركيبة، في انتظار بطبيعة الحال تحصلوا على الأعضاء معناها المعينين في هذه الهيئة، لأنه اتصلت بهم وكانوا اليوم يظهر لي عندهم أداء اليمين يمكن ياسر يعني يكون اليوم، وإن شاء الله بعد نتحصل عليهم لإجراء حوارات صحفية معهم. ولكن قبل باش نحكيه مع الكاتب والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي بخصوص هذه التركيبة والاستحقاقات الانتخابية القادمة تدسويت في الانترفيو دي جوغا. انترفيو دي جوغا سي صلاح الدين الجورشي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. مرحبا بك، مرحبا سي حمادي، أنا على ذمتكم. شكرا شكرا جزيلا لك سي صلاح الدين الجورشي الكاتب والمحلل السياسي. دونك اصدر فرائد الرسمي الامر يعني الخاص بتسميه اعضاء الهيئه العليا المستقله للانتخابات، وتقريبا كما كان متوقع السيد فاروق بوعسكر هو رئيس هيئه الانتخابات. في البدايه قراءتك الاولى سي صلاح الدين الجورشي للاسماء معناها وهذه التعيينات، وهل يعني هل التعيين هذا ينجم زعما يأثر على الاستقلالية متاع الهيئة متاع هيئة الانتخابات وإلا لا؟ يعني أصبح واضح الآن أنه عندنا هيئة تشرف على الاستفتاء وعلى الانتخابات القادمة، وأن هذه الهيئة لم يقع انتخابها وإنما هيئة عينها رئيس الجمهورية، وبالتالي فقدت صفة الاستقلالية التي كانت تتمتع بها والتي كان العالم يحيي تونس ويعتبرها دخلت في مسار الانتقال الديمقراطي الفعلي. هذا الامتياز حذف اليوم. أمامنا هيئة نتمنى لها التوفيق، ولكن ستتعرض هذه الهيئة إلى الكثير من النقد والكثير من التشكيك بناء على الطريقة التي تم تعيينها، وثانيا باعتبار أن هذه الهيئة ستجد نفسها في وضعية مختلفة عما كان من قبل، سواء من الناحية الأولى هي أنها ليس الجميع يبدو سيشاركون في هذه الانتخابات، هناك رئيس الجمهورية اعتبر أن ثم جزء من الفاعلين السياسيين حتى من ذوي الوزن السياسي والتنظيمي سيكون في حالة إقصاء، لن يشاركوا في الانتخابات القادمة. وثانيا هذه الهيئة ستجد نفسها تحت رئاسة رئيس الجمهورية وتحت إشرافه، في حين أن هذا الرئيس أيضا يستعد لكي يجدد ترشحه في الانتخابات القادمة، وبالتالي ستكون هذه الهيئة تحت إشراف رئيس في نفس الوقت هو مرشح وهو الحكم. سي صلاح الدين انت اشارت الى انه الامتياز نتاع الاستقلاليه تجدكم فقدته، واكثر من هكا فما عده اصوات تطالب بسحب هالكلمه ذي الهيئه العليا المستقله، كلمه مستقله هناك اطراف طالبت بسحبها، هذا طبعا على اعتبار وانه تم تعيينهم مش انتخابهم. ولكن شنو كان امام رئيس الجمهوريه اليوم انه يعمل في ظل حل البرلمان؟ شكون باش ينتخب؟ شكون ينجم ينتخب اعضاء جدد لهيئة الانتخابات؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الرئيس يستند إلى الإرادة الشعبية إلى القبول الشعبي بقراراته، فهذا ما يخولوش أنه يقوم بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات حسب رأيك؟ هو الرئيس هو صاحب القرار، وبالتالي هو الذي أراد أن يضع هذه الهيئة أمام وضع غريب جدا، لأن بالفعل هذه الهيئة بعد تجميد البرلمان ثم حله لم تعد هناك هيئة ما يمكن أن تنتخب الجهة التي ستثير العملية الانتخابية. لكن في نفس الوقت كان ممكن الرئيس أنه ما يقومش بالعملية أصلا، معناها يحافظ على الهيئة العليا المستقلة الانتخابات كما تمت من قبل، ولأن هذه الهيئة تتمتع بعناصر الانتخاب ولم تكن يعني تفكر باش تطيح أو باش تزور أو باش تغير المعطيات،
لو تركها كما كانت عليه دون تعديل ودون معناها إقالة الرئيس بطريقة غير مباشرة وإدخال عناصر جديدة بعضها مثار جدل الآن في الساحة، لو ترك الهيئة كما هي عليها ولا تمكنت ولا انضبطت في اتجاه تنظيم الاستفتاء ثم الانتخابات، لكن بطبيعة الحال الآن ما عادش حد شيء في بقعته، بمعنى أنه ما عادش حد شيء له مرجعية معينة وله قانون يضبطه، وبالتالي جاءت الصيغة مربكة ومثيرة للجدل وستثير أيضا مزيد من الشبهة. أنت أشرت سلاح الدين لأنه فما بعض الأعضاء المعينين في هذه الهيئة أثروا الجدل في تونس ومحل خلاف، شكونهم يعني لو كان تقول لنا معنى شكون الأعضاء ذو؟ شوف أنا حقيقة ديما نتجنب الأسماء حيث معناها ما عنديش مشكل، لكن الآن لما تقرأ وتتابع التصريحات وتتابع يعني ثم تساؤلات وثم عملية تشكيك وحتى بالرجوع إلى ما كان يدون هؤلاء في مرحلة أولى ثم في مرحلة ثانية كانوا ضد الرئيس قيس سعيد، ومعناها الحقيقة مش فقط ضد وإنما أدانوه بشكل كبير وبعد ذلك عادوا ليقفوا معه من جديد، بحيث يعني أنا أقول بأنه هذه الهيئة كانت هيئة تحظى بحد أدنى من الاحترام، ارتكبت بعض الأخطاء، وقعت خلافات فيما بينهم إلى آخره، هذا كله معناه قابل للتقييم، ولكن كانت إلى حد ما هيئة قائمة ولعلها الهيئة الوحيدة اللي لعبت دور معناها العالم حيا عليه، لأنه وقعش تزوير الانتخابات، وقعش قلب حقائق، وقعت أخطاء، وقعت معناها بعض التصريحات مش في محلها، لكن لا أحد من الناحية الموضوعية والمبدئية كان يمكن أن يطعن في الهيئة المديرة في الهيئة السابقة ويعتبرها هي قامت بعملية تزوير أو غلبت طرفا على طرف، وأهم شيء أهم دليل على ذلك أن هذه الهيئة هي التي أوصلت رئيس الجمهورية إلى قصر قرطاج، وبالتالي كانت انتخابه كان انتخابا نزيها وديمقراطيا، علاش الآن يقع معنى إعادة الطعن فيها و الدخول في عملية ارتباك مثيرة للجدل ومثيرة للحيرة. مرحبا بك سلاح الدين. أهلا وسهلا. أنا معاك أنه كان بالإمكان الإبقاء على الهيئة القديمة ولو أنه فيها بعض أعضاء انتهت المدة متاعهم، لكن كان بالإمكان التمديد ونبعد على برشا تأويل وبرشا يعني كلام وصلنا في البارح نقرأ وأنه يشكوا في نزاهة وبرشا كلام كنا في غنى عنه، تراش أنه بون ثم برشا بلدان يعملوا انتخابات ما عندهمش هيئة مستقلة تشرف عليها الحكومة مباشرة، تراش أنه هذه تقريبا في السياق هذا هي في النهاية تصبح الحكومة أو وزارة الداخلية تشرف هي مباشرة على الانتخابات والهيئة هني موجودة فقط. يعني شوف معناها الحقيقة أنا ديما نقعد ونحاول نراجع شوية ذهني ونشوف معناها المسار اللي دخلنا فيه في تونس من 2011 إلى الآن مساره مثير للانتباه ومغامرة قمنا بها في بلاد اللي استبداد فيها معناها عنده قرون، فبالتالي كان يمكن أن تقع أخطاء وكان نتوقع بعض المشاكل، لكن علاش في كل مرة مع رئيس الجمهورية نخطو خطوة في بالنا هي في الاتجاه الصحيح نجد أنفسنا في اتجاه مغاير تماما؟ هذا شيء اللي حير، لأنه فما أشياء طيب حصل وخذا وكل شيء، لكن كان ممكن على مستوى الشكل على مستوى مظاهر ظهر الصورة تكون تم حد أدنى من الاعتبارات اللي يتقيد بها رئيس الجمهورية وتنقص المشاكل وإثارة الغبار، لكن يبدو بأنه معناه الحقيقة المسار هو من الأول كان منعرج معناه خطير، خرج على السكة كيف التراني خرج على السكة، وبالتالي كل ما شيء قدم من قدام كل ما ثم ديديكا وثم معناها خسائر معناها ربما كبيرة. الآن أصبح واضح عندنا مستفتاء، شوف كيش بش يقع على أي أساس. الآن عندنا دستور شبه جاهز، عملته لجنة لم يقع الإعلان عن تركيبتها بشكل واضح ودقيق، والله ما إن شاء الله هي الحقيقة يعاون هذه البلاد هذه باش تخرج من هالنفق.
سي صلاح الدين من بين معناها اعضاء هما فما ثلاثه اعضاء في هيئات انتخابيه يعني سابقه يعني عندهم الخبره وفما ثلاثه قضاة ايضا. هذا ما يشفعش الى انه هذه الهيئه تقوم باعمالها بشكل مستقل او على اعتبار انه كانت عندهم تجارب يعني سابقه ومشهود بنتائج الانتخابات اللي اشرفوا عليها في مواعيد يعني سابقه. لا أنا ما نحبش نقدح في نزاهة الأشخاص ولا في نواياهم. أنا الحقيقة التجربة هي القادمة هي اللي باش تحدد مدى مصداقيتهم، لكن هي مشكلتهم أنهم مثلا الثلاثة أعضاء اللي كانوا موجودين في الهيئة، ورئيس الجمهورية اعتبر الهيئة السابقة لم تكن مستقلة ولم تكن نزيهة. طيب مش هي اللي هالثلاثة أعضاء أو كانوا موجودين فيها المفروض أن يقع تغيير من كل، إذا كان تم معناها شك في النزاهة المفروض كلهم يتغير ويعمل تركيبة معناها جديدة. لكن هو حب ربما يستفيد من الناس اللي عندهم تجربة باش ما يعاودوش يدخلوا من يبدأوا العملية من الصفر. والآن باش تقع تحقيقات مع حسب ما يقولوا مع اللي سابقين وقضية الشفافية المالية وربما يرجعوا معناها إلى بداية تشكيل اللجنة، وهذا كل الحقيقة مضيعة للوقت وتضيع للانتباه تاع المواطنين. المواطنين ما عادش فاهمين، المواطنين قاعدين يتبعوا، فهمتني؟ خاطر لو كانوا المواطنين معناها بهالحماس الكبير وبهالتأييد الكبير راهم هبطوا نهار لحد معناها بمئات الآلاف وبالملايين. لكن فما مشكلة عند الرأي العام هو أنه ما عادش فاهم عشان شو اللي وقع الساعة، لأنه يقع حوله كثير من الغبار والجدل وكذا، وما عادش فيها ما يجري حاليا ما يحصل. سي صلاح الدين، تعتقد معناه هذا الجو العام معناه والمواطن ما هوش فيهم بالضبط وما يتمش اعلامه اول باول شنو هو باش يصير معناه في الايامات الجايه؟ تعتقد زاده انه التاخير يعني في اعلان نص الاستفتاء، ولا علاش باش يتم الاستفتاء، ولا اللجنه المكلفه بإعداد مثلا الدستور الجديد وهالاستفتاء هذي الكل، ما تعتقدش اللي هذا ينجم يأثر على نسبة المشاركة في الاستفتاء في 25 جويلية؟ وماذا لو لقينا عزوف من قبل التوانسة على المشاركة في هذا الاستفتاء؟ شوف كلامك صحيح وبأكيد باش يأثر، لأنه أولا احنا ولاية تونس كل شيء نعملوه ليه تصلل. أنا صار عند مدة ونسي يقولوا يا ولادي ديكم راه الانتخابات يلزمها معناها هيئة ويلزمها قانون انتخابي ويلزم معناها ضبط الصلاحيات بشكل دقيق ويلزم عمل إداري معناها وكذا، ويلزم إذا باش تقع تجديد الفروع في داخل الجمهورية. حاسين برشا تساؤلات علاش توا بهالسرعة هذه؟ الحاجة الثانية وأنا تو هذا الدستور معناها اللي باش يقع تمت صياغته وهي مازالت فيها اللمسات الأخيرة. ليه كيفاش هذا باش يقع الاستفتاء حوله؟ دستور معناه نقاشات والجدل ومع انت البرلماني ومع الرئاسي ومع ماكش مع هذا الجدل، فهمتني؟ هذا ياخذ برشا وقت، وقال لك في ايامات قليله، معناه باش يتم كل شيء. ومن بعد النقاش هذا كيف باش يتم؟ لانه باش يقول لك؟ باش يقول لك انت مع الدستور الجديد والا ضد؟ نعم ام لا؟ اي نعم. تم واحد تم جواب هكا توجيني تقول لي انت معناها تحب تمشي لامريكا ولا تحب تمشي لافريقيا؟ حتى ما فهمش معناها امريكا واش معناها افريقيا واش تم هنا واش تم هنا واش هي الاختيارات اللي قدام. بحيث الحقيقه انا مانيش فاهم العقل السياسي اللي قاعد يدير في البلد بهذه الطريقه، شو باش تكون عنده انعكاسات او علاش قاعد تتصرف معنا التوانسه؟ رانا نفهموا ونحلوا ونعرفوا ونناقشوا وكل شيء، علاش بهالسرعه بهالشيء المبهم هذا؟ نعم ام لا؟ نسبة المشاركة سي صلاح الدين، نسبة المشاركة تنجم يعني تضفي مشروعية على الاستفتاء والا العكس؟ انا في رأيي سيكون العكس تماما، وربما تكون في الاستفتاء دون ما هو مطلوب، بحيث النتيجة باش تكون يعني اما قريبة من الاستشارة الالكترونية ولا اقل، وبالتالي معناها العملية باش تتم بأي شكل من الأشكال. والرئيس وقالها لنا بوضوح، فهمتي؟ مهما كانت النتائج هي التي ستعتمد وسيعتبر هو أغلبية نتاع المواطنين، وهذاك هو إرادة الشعب. وهذاك علاش معناها ثم تساؤلات حول مستقبل التجربة ومستقبل البلد. يعني الآن هو أونجو، هو الوضعية كلها ولات مخيفة، إلا إذا كان حبينا نقولوا بأنه مهما كانت النتائج، مهما كانت الصيغة، مهما كانت الطريقة،
البلد قاعدة تمشي وستواصل طريقها نحو ما يعتقد رئيس الجمهورية الصواب والحقيقة. سؤال أخير سي صلاح الدين الجورشي، تعليقك على المسيرة اللي تعملتها لحد 8 ماي، وخاصة من حيث العدد متاع الناس اللي شاركت في المسيرة، ترى وأنه الرئيس يعني ما عادش ينجم يعول برشا على الإرادة الشعبية ولا الهبة الشعبية ولا الموافقة الشعبية على القرارات متاعه، باعتبار وأنه العدد معناه كان نجم نقولوا قليل. والله أنا واحد من الناس الحقيقة، ونتصور أنتم أنفسكم كمراقبين وصحفيين، معناها كنت أتوقع مشاركة معتبرة، لأنها قبل فترة هناك تعبئة، هناك معناها أجهزة الدولة معناها مشاركة في العملية بالتشجيع وكذا، هناك صراع وقع ما بين الأطراف التي كل واحد يدعي بأنه هو يمثل وهو صاحب الدعوة لهذه المسيرة متاع اللي تمت متاع 10 ماي. فجأة معناها الحقيقة حضور هزيل جدا، وشارع بقليبة اللي معناه إلى حد الآن ما سمع حتى طرف استطاع أنه يعبيه بالكامل، لا المعارضة ولا الرئيس، لا المعارضة ولا كنت نتصور بأنه معناها أنصار الرئيس باش يعبيوه. المهم هو أنه الحقيقة الرئيس كيفاش يفهم هذا السؤال الكبير، هو ما هي النتائج التي يستخلصها، لأنه أنا في بقعته، أنا شخص في بقعته نخرج بالنتيجة، وهي أنه ما ثماش رصيد حقيقي شعبي معناه نجم نعتمد عليه أنا كرئيس باش نغير المعطيات وندخل في صراع مع الداخل ومع الخارج لكي أثبت شرعيتي. معناه كانت مشاركة هزيلة، قائمة على التناقضات، قائمة على الكلام وشعارات رفعت معناها مخيفة، لأن إذا كان يمشي فيها رئيس الجمهورية معناها باش نلقاو أنفسنا في نظام ديكتاتوري مطلق، بينما الرئيس يقول لا باش نحترم القانون وعندي الحريات والحقوق والحريات. وبالتالي الحقيقة ما وقع في 10 ماي هو مؤشر آخر بعد الاستشارة 8 ماي يدل على أنه معناها رئيس الجمهورية المفروض أنه يعيد الحسابات ويرتب أوضاعه بطريقة أكثر حكمة وأكثر إقناعا. واضح سي صلاح الدين الجورشي الكاتب والمحلل السياسي، مشكور جدا على تدخلك معنا، وبالطبيعة باش نكونوا في متابعة مستمرة لكل المستجدات على الساحة الوطنية في تونس، طبعا في قراءة لأبرز الأحداث على الصعيد الوطني. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي، ديفير نيوز. في ديفير نيوز لليوم باش نحكيو على زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الشقيقة الجزائر، باش نقدموا قراءة في هذه الزيارة، العلاقات الروسية الجزائرية وخاصة ملف النفط والغاز الروسي. معنا في التليفون السيد نسيم بلهول، أستاذ علوم سياسية وعلاقات دولية. مرحبا بك أستاذ نسيم، عسلامة على إذاعة الحياة فهم. أهلا بك أختي الكريمة، وأهلا بكل المستمعين، وتحية من هنا من الجزائر العاصمة إلى الأشقاء بتونس. شكرا جزيلا لك، ونبدل لكم نفس التحية من تونس. أستاذ نسيم بلهول، أستاذ علوم سياسية وعلاقات دولية، قراءتك لزيارة وزير الخارجية الروسي إلى الجزائر في هذا التوقيت بالذات، في الوقت اللي فما اليوم حديث عن حظر صادرات الغاز الروسي، كيفاش تقرأ هذه الزيارة؟ هو في الحقيقة هذه الزيارة على الرغم تشير إليه بعض وسائل الإعلام الإلكترونية وحتى السمعية البصرية، تشير إلى أنها زيارة مفاجئة وغير متوقعة، وأنه حتى في موقع الخارجية الجزائرية والروسية لم تكن هنالك إشارة لمثل هكذا زيارة. لكن فقط قبل أن نرجع إلى إجابة على سؤالك، أنه المنطلق من منطق دبلوماسي يقضي أنه عندما تكون هنالك علاقات عميقة وتقليدية بين دولتين، أحيانا هذه العلاقات يعني تسمح لكلا الطرفين بالخيار في بعض السلوكات التي لا تمس لا طرف ولا طرف آخر. بالتالي بالنسبة لزيارة التي تشير إلى أنها هي غير معلنة، في الحقيقة
يعني في 5 أبريل يعني في إطار زيارة موسكو، زيارة وزير خارجية الجزائر للعمامرة لموسكو، كان من نظير الجزائري أنه القرار أن يحظى باستقبال في إطار زيارة متكررة من طرف الدبلوماسية الروسية، في إطار يعني لاكونجونكتور يعني في إطار المنطق الجيوسياسي الحاصل من الكثير من الملفات الساخنة والتي الآن تقتضي من روسيا أنها تتأكد نهائيا من داعميها ومن أصدقائها ومن حلفائها. يعني الحرب الأوكرانية وملفات أخرى ستضع أصدقاء روسيا ومن بينهم الجزائر على المحك، وهذا أمر أظن أنه هي إشارة يعني صريحة من الدبلوماسية الروسية ومن الكرملين، لأنه الآن المنعرج الجيوسياسي خاصة أنه فيه ما يسمى غربيا بالتمرد الروسي عن نظام غربي دام لمدة 3 قرون تحاول من خلاله تجميع يعني بعض الحلفاء وبعض الأصدقاء من أجل لملمة هكذا بيادق وإعادة رسم خارطة جيوسياسية بأنامل روسيا. وبالتالي إجابة أو عطفا على سؤالك، هي يعني الظاهر من زيارة لافاروف الغير معلنة كما تشير إليه وسائل الإعلام، هي في الحقيقة تتزامن مع ذكرى 60 من تاريخ العلاقات الدبلوماسية الجزائرية الروسية. وفي الحقيقة هي علاقات عسكرية استخباراتية أكثر من اقتصادية، إذا استثنينا ما يتعلق وأنه في قواسم اقتصادية مشتركة ما يتعلق منه سوق الغاز. أضف إلى ذلك أنه هذه الزيارة هي مهمة بالنسبة للجزائر من جهة، ومهمة بقدر أكبر بالنسبة لطرف روسي. ماذا ستستفيد الجزائر من هذه الزيارة، خاصة يعني وأن الجزائر أثبتت دعمها لروسيا وقت صوتت في مجلس حقوق الإنسان لصالح روسيا ورفضت التصويت ضدها؟ نعم، لكن زيارة لافاروف تأتي في توقيت مهم. أولا هذه الزيارة تأتي يعني بعد زيارة الخارجية الأمريكية ممثلة في كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكر، وحاول أنه يضع خارطة إنقاذ أوروبية من خلال الدفع بالجزائر لتوقيع اتفاقيات يعني من أجل ضخ كميات إضافية من الغاز الجزائري في الأسواق الأوروبية. وبالتالي روسيا الآن هي لا تحتاج لا لتصويت ولا لدعم يعني رمزي لمثل هكذا، تريد الآن أن تضع يعني الدول الصديقة أمام محك واختبار حقيقي يعني ما يتعلق حتى بالجزائر، إما أن تكون يعني مع الجانب الأمريكي أو تكون مع الجانب الأوروبي، لأنه الجانب الروسي، لأنه أوروبا هي الآن أصبحت ضحية هكذا تصعيد من اللعبة ومن التنافس بين قوتين دوليتين، أو إذا سمح القول في هذا المقام قوتين كبريين. ومن هذا المقام الجزائر أظن أنها أمام خيارين، إما أنها ترابط على سياسة عدم الاستفاف والحياد التي دامت ورابطت عليها لمدة طويلة، وبالإضافة أنها تقف ثابتة على مبادئها القومية الخارجية كعدم التدخل في الشؤون الداخلية، باعتبار أنه حتى روسيا شأن الأوكراني أصبح شأنا داخليا روسيا بحكم أنها تعتبر امتدادا لخارطة الخارطة الجيوسياسية أو ما يسمى بالمكون الجغرافي السلافي الروسي من خلال يعني مقاربة أوراسيا. وكذلك أن تعكف الجزائر أو تتزمت في التهرب إلى الأمام من خلال التوضع على خيار الحوار كمدخل لحل النزاع، خاصة النزاع الأوكراني الروسي. هي أمام هذا الخيار أو الخيار الثاني، وهو أن تضحي بكل ذلك من أجل تأكيد متانة مصداقيتها
أمام الطرف الروسي وصداقتها وعلاقاتها الاستراتيجية والعميقة مع روسيا. الحقيقة هو اختبار حقيقي في زمن تتعرض في أوروبا إلى محك مرتبط بأمن الطاقة، وفي زمن تعاني فيه الجزائر مثل بقية الدول العربية من تداعيات مثل هكذا الحرب، خاصة من التداعيات ما يرتبط منه هو الأمن الغذائي الذي أصبح يهز الكثير من الكيانات المجتمعية داخل المنطقة العربية. هذا من جهة. من جهة ثانية فقط بالنسبة لروسيا، هنا تعكف في إطار هكذا دورات حول العديد من الدول العربية اللي تعتبر هي دول مصدرة للغاز بالدرجة الأول إلى محاولة تطبيق استراتيجية الالتفاف حول أوروبا، أي تحاول أنها تسحب أي إمدادات من شأنها أن تقلل من تبعية أوروبا للسوق الروسية. وهذه الطريقة أظن بطريقة أو بأخرى يعني أفلحت روسيا في هذا الأمر، لأنه لا ننسى أنه حتى الرئيس الذي جددت عودته وهو رئيس ماكرون الفرنسي، وكأنه في خطابه الأول أمام الفعاليات السياسية الروسية كأنه أعلن توبة فرنسية من أي اتجاهات عدائية تجاه روسيا، والدليل على ذلك أشار إلى أنه أوروبا ليست في حرب مع روسيا، وبالتالي لا مصلحة لأوروبا أن تصبح لا مصلحا ولا بيدقا ولا وسيطا من وسائط الحرب الأمريكية ضد روسيا الغير معلنة أو الصامتة. هذا من جهة. نعم واضح أستاذ نسيم. أستاذ نسيم مرحبا بك. أهلا. تابعنا خطاب ماكرون وكان واضح حتى انضمام يعني أوكرانيا الاتحاد الأوروبي أنه يعني أعطاهم منحة جديد لخلق منظمة جديدة تسعى إلى التعاون، لكن نبقى دائما في زيارة سيرجي لافروف ذي اللي هو قاعد يقوم بدور كبير في الحرب الروسية هذه، وتشوفوا تصريحاته اللي مثيرة للجدل أحيانا، وهو زيارته للجزائر أنا لم تفاجأني لأنه سيزور تونس كذلك. تراش أنه روسيا اليوم قدام لم جمع مجموعة من الدول اللي فيها الهند وفيها الصين وفيها روسيا والجزائر كمكون كبير في ضفة الغرب المتوسط، ثم ما يقع في ليبيا أنه سنرى قطبين صحاح يعني قطبين كبيرين، ما عادش قطب فقط، وروسيا مش تكون عندها الدور الأول ويكون الجانب الاقتصادي هو أهم جانب. أستاذ نسيم سؤال، السؤال أن نحن اليوم أمام ميلاد قطبين قويين في العالم، ما عاد ثم قطب فقط اللي هو أمريكا والغرب، أصبح هناك قطب روسي موازي. شوف أخي الكريم أخي العزيز، شوف هو في الحقيقة هنالك مغالطة جيوسياسية مهمة لابد أن نضع أصبعنا عليها، هو أنه روسيا حتى من خلال خارطة طريق ألكسندر دوغين وحتى من خلال نبوءات الدين والسياسة في الكريملين، لا توجد هنالك إشارة إلى مشروع عالمي قيادي عالمي أو صعود قوة عالمية تسمى روسيا. روسيا في عقيدتها الاستراتيجية والجيوسياسية تؤمن بشيء واحد هو استعادة ميراث سلافي، أي تأمين حدها الأمني الذي يتضمن كل الدول المنضوية تحت المشروع الأوراسي. تعرف جيدا روسيا هذه الأمور، تعرف حدود قوتها وتعرف إمكانياتها، وأنا أقول هذا الأمر لاعتبارات مهمة. أولا لا نتصدع في الحكم على أننا نعيش الآن مرحلة انتقالية وتحول أو نهاية ما يسمى بالسلام الأمريكي باكس أمريكانا أو نهاية هيمنة وتغول مشروع الرجل الأبيض أو الرجل الغربي الذي دام يعني ثلاث قرون من الميلاد لصالح نهضة الشرق بقيادة روسيا. حتى روسيا يعني 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 ترفض هذا الخطاب، يعني حتى يمكن العود كمرجع لمثل هكذا أمور ونتأكد منها، هي مؤتمرات ميونيخ، كل الطبعات الأخيرة ثلاث سنوات اللي جرى فيها مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي كان فيه خلاف كبير
بين 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 الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي باستثناء ألمانيا. يعني كل فيه فيه عدم انسجام المواقف ما يتعلق هل روسيا خصم أم عدو. وأنا لماذا أحلتك أخي الكريم إلى خطاب ماكرون؟ خطاب ماكرون مهم لأنه فرنسا لا تزال قوة لها تقاليدها في النادي الأوروبي. أضف إلى ذلك هناك لو نلاحظ بين خطاب ماكرون ومشروع ألكسندر دوغين الذي طرحه مشروعا مهما، هو روسيا زائد أوروبا يساوي إنقاذ أوروبا. وأظن أنه حتى الخطاب الاستفزازي هناك يعني مراجعات كبيرة تحدث بعيدا عن وسائط الإعلام داخل النوادي السياسية والاستراتيجية الأوروبية. ما عدا بعض الدول التي لا تزال تبحث عن ظلها من هذه الحرب كإيطاليا وإسبانيا، وهي دول في الحقيقة فقيرة اقتصاديا إذا عدنا إلى حسابات وموازين الاقتصاد الأوروبية، ولكن في المجمل أوروبا كلها الآن تفكر من خلال هذا الاستفزاز وهذا التحرك الاستراتيجي الأوكراني وفي إطار تملص الولايات المتحدة الأمريكية عن 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 الإيفاء بإمدادات غاز كافية لتجنيب أوروبا ورطة مجتمعية أخرى. أظن أنه الآن يجري في النوادي الأوروبية والاتحاد الأوروبي التفكير في بناء قوة دفاع مشتركة أوروبية باستبعاد العراب الأمريكي. لن يكون هذا بطريقة سريعة ولكن سيأخذ وقت، سيكون هنالك شد ومد، ستكون هنالك مساومة واستفزازات. ولكن أظن يعني من موضوعية ومن جانب واقعي ومن مدخل واقعي أن من خلال الحرب الأوكرانية الروسية الكثير من الأصدقاء والكثير من الحلفاء والكثير من بيادق النادي الأوروبي ستعيد مراجعة حساباتها في علاقتها مع أمريكا وفي نعم خاصة أستاذ نسيم بلهول، وأنه أوروبا والاتحاد الأوروبي هو المتضرر الأكبر يعني من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية. أريد سؤالك بخصوص يعني أبرز الملفات اللي بتكون مطروحة في اللقاء بين لافروف ورئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هل سيتفاوض الرجلان على ملف الغاز والكمية من الغاز اللي موجهة إلى أوروبا بتكون محل تفاوض، ومقابل ماذا؟ ماذا سيطلب لافروف وماذا سيقدم إلى الجزائر؟ عفوا في الحقيقة هنالك يعني ليس كل ما يعرف يقال، يعني هذا ليس بالنسبة لي، ولكن هنالك دائما حقيبة سرية وبوابة خلفية، وهنالك الأمر المعلن من خلال هكذا لقاءات. الظاهر من خلال هذا اللقاء هو أولا يجري التنسيق الآن يعني بوتيرة سريعة من أجل تحضير الاجتماع الجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، وهذا يدخل في صميم أعمال والأشغال التنسيقية لتأخذ مجراها في منتدى دول مصدرة الغاز. فقط المشكل فقط بالنسبة لهذه الزيارة وأنه أظن أنه ستكون هنالك خلافات حول ملفات يعني إقليمية ساخنة على غير الملف الماضي، لأننا لا ننسى أن روسيا لا تلعب فقط الآن على 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 رقعة الشطرنج الأوروبية، ولكن تحاول الآن أن تستفز مناطق نفوذ بعيدة لبعض القوى التي لا تزال تحافظ على بعض الروابط الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية. بخذنا على سبيل المثال الملف المالي. الملف المالي أصبح ملف نوعا ما يعني ساخنا ويكاد يعني يؤثر على العلاقات مثلا الجزائرية والفرنسية أو الجزائرية والروسية، خاصة في إطار انسحاب عملية برخان من منطقة الساحل والمالي بالذات لصالح يعني تمدد وتوسع نفوذ المرتزقة الروس، يعني مجموعة المرتزقة الروس التي وقعت يعني مؤخرا العديد من الاتفاقيات مع المجلس الانتقالي الروسي الليبي، وهذا من شأنه يعني إما حل للجزائر يعني مثلا هكذا تدخل من أجل
يعني توسعه انتشار وتنفيذ خارطه طريق السلام المجتمعي المطروحه جزائريا بالنسبه للمالي، او ان هذا الصمت سيؤثر على المواقف المبدئيه للدبلوماسيه الجزائريه، خاصه ما يتعلق وقضيه عدم التدخل فرفض التدخل العسكري في 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 مالي، وبهذه الطريقه ستكون امر قضيه تسويه النزاع في مالي من خلال الحوار الدبلوماسيه ستكون يعني قاب قوسين او ادنى ان تضع في البلد. هذا من جهه. الملفات الثانيه هي كلها ملفات يعني طاقويه. كلها ملفات طاقويه، علما انه حتى لا نبالغ الجزائر لا تقدم لاوروبا الا ما يقارب نسبه 11% من صادراتها الى يعني من تموينها للسوق الاوروبيه. وهذا بعيد تماما عن ما تقدمه يعني روسيا الى اوروبا، يعني قرابه 40% من سوق الغاز الاوروبيه كلها عباره عن صادرات روسيه، وبالتالي يخطا من يعتقد ان الجزائر هي بديل ثاني للسوق الاوروبيه من اجل يعني التخفيف من حده الحظر الروسي للغاز على مستوى السوق الاوروبيه. نعم أستاذ نسيم، سؤال أخير رجاء في دقيقة واحدة جاوبني نظرا لضيق الوقت وأعتذر. ملف جبهة البوليساريو هل سيكون حاضر في النقاشات بين الخارجية الروسية لافروف والرئيس الجزائري تبون؟ حسب اعتقادي لن يكون من الملفات يعني المهمة، ربما أعتقد في هذه المناسبة يعني في إطار هذا الملف، يعني لو نرجع الى طبيعه العلاقات يعني روسيه والشقيقه المغرب نجد انه يعني خارطه طريق ابراهام وقضيه التطبيع المغربي مع الصهاينه ناهيك عن انه الكيان الصهيوني يدخل الى المنطقه العربيه والى السوق الروسيه في المنطقه العربيه من دون ان تعود الى روسيا، وهذا ما هو متعارف في تقاليد الدبلوماسيه وتقاليد احترام مناطق نفوذ الاخر. اظن ان 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 ان, أن روسيا الان ستنتظر الان الموقف الجزائري النهائي ما يتعلق بالحرب الاوكرانيه روسيا، حتى سنشهد بعد ذلك اصطفاف او عدم اصطفاف روسي واقصاء الكثير من الدول العربيه التي لا تزال تتعامل مع روسيا بوجهين، وبالتالي الان المرحله الان هي مرحله عدم الاصطفاف ومرحله التحندق تحت احد القطبين، اما قطب روسي أو قطب أمريكي. وهذا أظن كما سبقت وقلت أنه الآن كل الدول العربية بما فيها الجزائر هي الآن أمام امتحان جيوسياسي حقيقي. واضح أستاذ نسيم بلهول أستاذ علوم سياسية وعلاقات دولية من الجزائر، مشكور جدا على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل، وأكيد باش ننتبهوا زيد مصادرك سي حمادي تقول وأنه لافروف سيزور تونس خلال هذه الجولة، بتكون متابعة أكيد في غيكاب ميدي. نشكرك برشا سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، جزيل شكر لكل الضيوف اللي دخلوا معي اليوم، أمن أبو خيط في الإخراج التقني، سيف بولعريس في الديجيتال، محمد في أستوندا، كنت معكم سهام حمدي من السنار، حتى التوا في غيكاب مدينة، قابلوا غدوة في غيكاب جديدة في لمن. غيكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. غيكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام.